طيب هنتكلم في فقرتنا دي تحديدا عن آخر دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات اللي بتتكلم عن إن مصر دشنت مجموعة من المبادرات، دي في حقيقة الأمر لخلق جيل من المبرمجين، وده من خلال استحداث برامج تعليمية وتدريبية عالمية في التخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل. تفاصيل أكثر عن هذه الدراسة هنعرفها من خلال الأستاذة هبة زين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات المركزية. صباح الحياة فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أستاذة هبة، في البداية عاوزين نعرف من حضرتك أهمية الدراسة دي اللي سلطتم من خلالها الضوء على يعني البرامج التعليمية اللي بتقوم بيها مصر تحديدا في مجال التكنولوجيا والبرمجة. بداية هي الدراسة كانت هدفها إن هي تشوف إيه اللي وصلنا ليه في موضوع التحول الرقمي. بداية قبل ما نتكلم احنا وصلنا في ايه في التحول الرقمي، عايزين نعرف او نعرف الناس بشكل مبسط يعني ايه التحول الرقمي، يعني صحيح. ايه الحوكمة؟ احنا طول النهار بنتكلم عن التحول الرقمي بس مش قادرين نوصل للناس هي معناه ايه ببساطة للمواطن البسيط خالص. التحول الرقمي بكل بساطة هو كل الاجراءات الحكومة او اي مؤسسة بتتخذها بشكل تكنولوجي بحيث ان هي تطور من ادائها وتخليه بشكل رقمي. طيب ايه الحوكمة؟ الحوكمة هي الاجراءات والضوابط اللي بتتخذها الحكومة او اي مؤسسة حتى لو قطاع خاص بحيث انها تكون في ضوابط حاكمة للاجراءات اللي بتتم بحيث ان يكون في شفافية وفي عدالة وفي مساواة في الاداء. عشان كده هنلاقي ان وزارة الاتصالات عملت استراتيجية كانت اهدافها بترتكز على ثلاث اهداف رئيسية. نعم. الثلاث اهداف هي ان هي يكون في ترابط وفي تكامل ما بين اجهزة الدولة. الهدف الثاني كان ان هي تقدم خدمات احسن جودة، بتحاول تحسن من ادائها ومن البنية التحتية. الهدف الثالث وده اللي حضرتك بتتكلم فيه ان هي تكون جيل جديد من الشباب ومن الأجيال زي من المبرمجين ومن القادرين على النهوض بالقطاع ده. طيب ايه اللي تم في من خلال الحكومه في ان هي تمشي في المسار ده؟ الحقيقه ان الدوله من 5 سنين قدرت ان هي تاخد خطى يعني جيده في بناء مصر رقميه. حققنا خطى قوية، ما زلنا محتاجين الكثير أكتر. إيه اللي حققناه على الأرض؟ بالنسبة لموضوع التحول الرقمي أو بالنسبة للبنية الرقمية ما بين الأجهزة الحكومية، في عدة خطى تم اتخاذها. زي مثلا إن إحنا حصل ربط ما بين ابتدت تحصل ربط ما بين قواعد البيانات الحكومية، في ربط ما بين أكتر من 75 قاعدة بيانات حكومية، في تدريب العاملين أصلا على إزاي يستخدموا القواعد البيانات دي، إزاي يتم استخدام منظومة الدفع الرقمي في القطاعات الحكومية وفي كافة الإجراءات اليومية. طيب كمان ما كانت بالنسبة للقطاع بالنسبة للوزارات المختلفة ابتدينا نشوف ده على الأرض، بأن احنا ابتدينا نشوف منظومة ما كانت منظومة التأمين الصحي، ما كانت كارت الفلاح، ما كانت كمان المنظومة القضائية. هنلاقي ان ابتدينا نشوف التغير التقاضي عن بعد على الارض. دي حقيقه يمكن زي ما انت قلتي زي ما حضرتك قلتي دكتور يا استاذه هبه عفوا انه في ربط حصل ما بين قطاعات ووجود قواعد بيانات موحده وما الى ذلك. بس انا هرجع مره ثانيه للبرامج المقدمه. يعني واحنا بنتكلم كان تحديدا الهدف هو انه نحن ندرب او خلق جيل جديد من المبرمجين عشان يقدروا ان هم يكونوا على مستوى او حسب ما يتطلبوا متطلبات او حسب متطلبات سوق العمل الجديد. عايز اعرف من حضرتك اولا احنا يعني الهدف هو اي سوق عمل، سوق العمل المحلي ولا سوق العمل العالمي، وايه هي التخصصات الاكثر طلبا؟ الحقيقه دي كانت النقطه الاهم. يعني مش المهم ان انت تعمل بنيه تحتيه، المهم مين اللي هيشتغل على البنيه التحتيه، لان لو ما فيش العنصر البشري اللي يقدر انه يشتغل عليها ويطورها وينميها القطاع
مش هيتطور، مش هيقوم. فمن هنا جت فكره ان احنا نخلق جيل جديد من الشباب ان هو يكون قادر على قياده القطاع التكنولوجي. فالدوله من المنطلق ده ابتدت ان هي تاخد مبادرات بان هي تدرب الاف الشباب على عده مستويات مختلفه. فهنلاقي مثلا ان في مبادرات ان يتم تدريب 95 الف متدرب على مجالات التكنولوجيا المختلفه، منهم يعني متقسمين زي مثلا 55 الف في التكنولوجيات البسيطه، 20 الف للتكنولوجيات المتقدمه، حتى في المستوى الادنى عايزين 20 الف متدرب يقدروا يقوموا بتدريب ياخدوا المهارات الاساسيه للحاسب الالي. فالدولة اتخذت عدة مبادرات، ده بخلاف طبعا المبادرات الخاصة اللي بتقوم بيها وزارة الاتصالات. فهنلاقي يعني اكتر من 12 مبادرة بتقوم بيها الدولة او وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات عالمية، بحيث ان هي تقدر تكون جيل جديد من المبرمجين. ده بخلاف طبعا التوجه التعليمي. يعني هنلاقي مثلا ان احنا ابتدينا نفتح جامعة مصر المعلوماتية، ودخل فيها اول دفعة كانت في السنة اللي فاتت كان فيها 185 طالب. ده من التوجه التعليمي. حتى على المستوى الثانوي ابتدينا نشوف طريقة التحول الرقمي او تحول طريقة التعليم باستخدام التابلت، مش هنعتمد على الورق بعد كده. طريقة تفكير الطالب لازم تتغير بعد كده، ان هو لا لازم ازاي بيتعامل مع المعطيات الجديدة اللي موجودة بشكل عام اللي فرضتها بطبيعة الحال القطاع التكنولوجي. يعني فكرة التحول من الورقي للنظام الرقمي والتعامل مع التابلت، ويمكن شفنا ده في المدارس الحكومية مؤخرا. لكن حضرتك يعني ذكرتي ان فكرة ان مصر عندها دلوقتي جامعة مصر المعلوماتية، أهمية امتلاك مصر لجامعة زي جامعة مصر المعلوماتية، وفكرة اللي احنا تقدمنا ل 55 رقم او مركز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي. فعاوز اعرف نربط الاثنين ببعض، يعني ايه جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي وأهمية ده مع وجود جامعة تكنولوجية؟ الحقيقة هي او جامعة معلوماتية عفوا. الحقيقة ان انت يكون عندك جامعة متخصصة بس في ان انت تكون قادرة على انتاج متعلمين مش مجرد واكاديميين، انت بتخلق جيل كامل من المبرمجين من التكنولوجيين، مش مجرد شاب هيقدر ان هو يتعامل، لا انت ما عندك اكاديمي يقدر ان هو يعلم غيره، يقدر ان هو يمشي في المسار الاكاديمي السليم في يعني في مسار علمي. والحقيقه جامعه مصر المعلوماتيه بيتم التعاون فيها مع او يعني اخذ المناهج العالميه في المجالات دي. قله عدد الطلبه كمان بتحقق جوده تعليميه قويه. يمكن احنا كنا بنعاني من مشكله ان اعداد الطلبه في الجامعات وفي المدارس بتبقى كبيره، فما بيبقاش في كثافة الطلبة. أنا حابب أتكلم على قلة عدد الطلبة اللي موجودين داخل المعامل اللي بيتم التدريس فيها. بالضبط. فهيكون في اهتمام أكتر، هتكون جودة التعليم هتكون أحسن، هيكون في التدريب عملي بشكل مكثف بشكل صحيح. سليم. البرامج التعليمية التكنولوجية محتاجة تدريب عملي أكتر منها تدريب نظري. فدي وجود العدد الصغير من الطلبة في جامعة كاملة ده هيوفر الجودة دي من التعليم. تاني حاجة، طيب الربط ما بين ده وما بين يعني الجودة في المؤشرات، الحقيقة كل الخطى اللي تم اتخاذها دي انعكست بشكل قوي على المؤشرات العالمية المصرية. هنلاقي مثلا ان مصر تقدمت 55 مركز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي. يعني هنلاقي ان الدولة ابتدت تاخد فعلا خطى قوية في التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، في التوجه نحو بناء برامج تعليمية في هذا الصدد، بناء معامل في هذا المجال، عمل مبادرات و
وكورسات تنمي الامر عند الشباب، فده اللي اثر في انه المؤشر الدوله يتحسن من 111 سنه 2019 ل 56 المركز 56 سنه 2020. ويمكن ده مش المؤشر الوحيد اللي اتحسن عندنا في مصر، يعني هنلاقي مثلا مصر اتحسنت 44 مركز في مؤشر القواعد التنظيمية، يعني ده للمحافظ الإلكترونية والهاتف المحمول. ده معناه أن الدولة ابتدت أو جميع المواطنين ابتدت أن هي تتعامل أكتر مع المحافظ الإلكترونية، بقى فيه ده موجود على الأرض، بقت فيه تواجد الثقافة اتغيرت بشكل ثقافة عام، ثقافة وتعامل الناس ابتدى يختلف عن الأول، وده انعكس بالضرورة على المؤشرات العالمية. طيب أستاذة هبة، واحنا بنتكلم عن خطة بناء الإنسان، وحضرتك تحدثتي أنه يمكن فكرة وجود كوادر بشرية مؤهلة هي النقطة الأهم والأبرز. عايز أعرف من حضرتك، احنا بنتكلم على خلق جيل جديد من المبرمجين ويكونوا قادرين على ان هم يكونوا مؤثرين في سوق العمل حسب متطلباته. لما نيجي نتكلم بقى حتى على الاطفال، بدايه من الاطفال حسب الدراسه، ايه اللي حصل؟ الحقيقه يمكن في الاسبوع الماضي لو لاحظنا من اخر توجيه للسيد الرئيس في هذا الصدد، هنلاقي ان وجه بزياده الحوافز او يعني اعطاء حوافز اكتر لاجبال للمتفوقين من اجبال مصر الرقميه. طيب ايه اجبال مصر الرقميه دي؟ دي مبادره بتستهدف الاطفال اللي هم من ثانيه اعدادي الأولى ثانوي، مش أطفال يعني، الشباب الصغيرين. فالمبادرة دي إن أنت عايز تبدأ من سن صغير جدا. يمكن إحنا كنا معتادين إن محدش بياخد كورسات إلا لما بيتخرج عشان يبتدي بقى يشوف سوق العمل من بعد الجامعة. لا، الدولة بتتوجه حاليا إن هي لا تبدأ الموضوع من بدري خالص، إن إحنا نشوف لا في أطفال مبرمجين عايزين، المهتمين بفكرة البرمجة، مهتمين بفكرة التكنولوجيا. الحقيقة كانت الأرقام كمان مبهرة. هنلاقي إن في حوالي أكتر من 20,000 طالب عندهم الاستعداد وعندهم القابلية وعندهم الشغف بأن هم يشتركوا في المبادرة. وتمت فعلا يعني والإجراءات بتتم بخطى سريعة. هنلاقي ان خلاص الامتحانات التقديمية بتاعتهم ابتدت. هنلاقي ان خلاص يعني قريب قوي في خلال اسابيع هنلاقي ان المبادره دي ابتدت تكون موجوده على الارض، والشباب الصغير ده ابتدى فعلا يتدرب، وبعد شهور ممكن هنلاقي ان بقى عندنا مبرمج يعني صغير. لا يتخطى سنه 20 يعني 18 سنه. صحيح. فبقيت هتبقى عندنا فئه جديده من المبرمجين هتجتذب كمان يعني شباب اكتر، هتخلي الشباب اللي جاي لا في اهتمام بيا تعليميا، فانا هتجه اكتر ان انا اكون مهتم بالتكنولوجي، وده هيكون عنده خلفيه، مش هيكون بالنسبه له عالم التكنولوجيا ده عالم مبهم او عالم غريب عليه او مش معروف، هيقدر حتى يخليه يوجهه ان هو يكون قادر انه يحدد مسار حياته بعد كده تاني مره تانيه، ودي نقطه مهمه جدا حسب متطلبات سوق العمل ان كان محليا او دوليا، لان هما الاثنين يعني متفقين الحقيقه ومتداخلين طبعا مع بعض. الحقيقه سوق العمل في قطاع التكنولوجي بالذات سوق مفتوح، ما فيهوش اي حدود ولا اي سقف ولا اي حدود مكانيه. انت تقدر تبقى قاعد هنا وشغال في امريكا او شغال في حته ثانيه. ده صحيح بالظبط. فالموضوع دلوقتي بقى مفتوح، ومنافستك ما بقتش منافسه مع اللي موجودين داخل البلد، لا انت بتنافس على سوق العمل العالمي. والحقيقه ده كمان السوق التكنولوجي كمان الدخل بتاعه عالي جدا، فده كمان من الحاجات اللي بتدي شغف للشباب الصغير ان هو فكره الثراء السريع. مش يعني بس كده استاذه هبه، يمكن فكره كمان مبادره زي مبادره اشمال مصر الرقميه دي ليها جانب اخر يعني مهم جدا حضرتك يعني اشرتي ليه، وهو فكره ان انا يبقى عندي جيل جديد قادر على التعامل التكنولوجي، ويبتدي نظره اقرانهم تختلف لما اشوف
جمانة مثلا يعني أبدعت والدولة بتدعمها في هذا الاتجاه، أبتدي أغير المنظور التقليدي الخاص بما يسمى بكليات القمة. لا أنا مش هروح بقى طب، مش هروح هندسة، مش هروح ده، لا هو التوجه دلوقتي رايح لده، وأنا شايف زميلي أو شايف طفل شبل يعني نشأ لسه بيدرس التكنولوجيا وقادر اللي هو كمان يدخل دخل لي من خلال دراسة البرمجة على سبيل المثال. لكن في اتجاه آخر مشيت فيه الدولة، مش بس الاهتمام بالنشأ والاهتمام بالمبرمجين، لا هو فكرة كمان تعزيز المساهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكن كمان متناهية الصغر في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي تحديدا. أهمية دخول القطاع الخاص المتمثل في الشركات الصغيرة والمتمثلة في التحول الرقمي، يمكن دي من الحاجات اللي الدولة يعني بقت فكرتها أو طريقتها في التعامل مع الأمور في الفترة الأخيرة أو مع المشروعات، إن إحنا مش بيكون توجهنا توجه واحد، لا إحنا بنحاول نوسع مدارك التوجهات الحكومية. يعني هنلاقي مثلا في القطاع التكنولوجي ما بقاش الاهتمام بالشباب بس، لا مش بالاهتمام بالعنصر البشري بس، لا في اهتمام بالقطاع الخاص، هنلاقي بريادة الأعمال، هنلاقي إن في مبادرات موجهة بس لازاي ان الناس اللي عندها فكرة مشروع رائد بسيط ان هي ازاي يحول ده لمشروع فعلي على الارض. يمكن احنا شفنا في منتدى شباب العالم الفتره في الاخير هنلاقي ان كان في بروتوكول تعاون تم ما بين وزاره التخطيط وشركه بيبسيكو في ان هو ازاي كانت فكره بس البروتوكول ده انه ازاي يكون انت عندك فكره تعال ندربك ونشوف انت شغال فيها صح ولا لا، ودي هتتحول على الارض هتبقى مشروع. ففكره رياده الاعمال وفكره القطاع الخاص والمشروعات الصغيره والمتوسطه، الدوله يعني عندها توجه قوي في ان هي تدعم فكره الاستثمار في القطاعات الصغيره. طيب اخيرا عايزين نعرف طيب عن حضرتك، طيب يعني معلومات عن مبادره قدوتك. قدوتك اوكي معلومات كتيرة فكرة قدوة تك هي كانت الفكرة بتاعتها ان انت تعمل او وظيفة يعني ان انت تعمل من المبادرات القطاع ريادة الاعمال ان انت تحولها ازاي لمشروع على الارض. ده يندرج تحته عدة برامج مختلفة، سواء بقى تدريب شباب، سواء بقى ريادة أعمال، سواء قطاعات مشروعات صغيرة ومتوسطة، أغلبها بالتعاون مع شركات عالمية بحيث ان هي تنقل وتوطن فكرة يعني انا الهدف اللي انا هنا هو تضافر لكل الجهود، بنتكلم على قطاع اعمال، بنتكلم على وزارة اتصالات، بنتكلم على كل الوزارات المعنية، بحاول ان انا اجذبها بما فيها القطاع الخاص علشان انفذ لها المشروعات بتاعتها وتكون مشروعات قبل للتنفيذ على ارض الواقع، وبالتالي قدرت ان انا احول كل القطاعات زي ما انا اعتقد او كل هذه البرامج لتحول رقمي. تمام بكل تاكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذه هبه زين الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات، نورتينا، بصباح الخير. شكرا لك يا استاذه هبه.